نعم. إذا مرأة نذرت، مرأة نذرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم، ما الحكم في ذلك؟ ولا إيش؟ لا تصافح الرجال ولا تكلمهم حتى من محارمها. لا، من غير محارمها. نعم. ما الحكم في ذلك؟ زكوة. أما نذرها ألا تصافح الرجال فهذا خير، ونذر طاعة. وأما نذرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس نذر طاعة، لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة. فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا تحركت شهوته وتمتعت بكلامه، هذا حرام عليه، لكن هذه قضية خاصة. أما العموم فالمرأة يجوز أن تكلم الرجل، ويجوز أن يسمع الرجل صوتها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون صوت النساء، أصوات النساء التي يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين. بل إن القرآن يدل على هذا، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقال لا تخضع، وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به. نعم. يعني لا يجب عليه الناس، فإن كان لسبب يختص بها، بحيث أن إذا كلمت أي رجل ثارت في الشهوة أو تمتعت بكلامه فهذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به وألا تكلم الرجال. وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح، إن شاءت تكلمت الرجال وكفرت كفرت يمين، وإن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم.